الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي مع التطبيقات على أدب النثر الجاهلي من كتابنا كتاب البرهان صفحة 86. أجب عن الأسئلة الآتية: واحد، من سلك الجدد أمن العثار، أي من سار في الطريق المستوية أمن التعثر. ده معنى المثل. ميز الموقف الذي تقال فيه الحكمة السابقة: مؤسسة تريد الربح وتسمح لموظفيها بالتغيب دون عذر. طلاب يريدون النجاح والتفوق ويعانون من ضعف وراثي. لاعب يريد الفوز بالمباراة بعد أن استعد لها وتمرن جيدا. أطفال يريدون الذهاب إلى مركز الشباب لممارسة الرياضة. يبقى أنا أختار رقم د. أطفال يريدون الذهاب إلى مركز الشباب لممارسة الرياضة. هنا طبعا من سلك، يعني إذا أردت أن تمارس رياضة فأنت في مركز الشباب بعيد عن التعصب، بعيد عن الشارع ومشاكله. يبقى احنا كده خدنا رقم د. 2، رضا الناس غاية لا تدرك، أي أنك تفعل عملا أو لن تقوم بعمل ترضي به كل الايه كل الناس. ميز المبدأ الذي يتوافق مع الحكمة السابقة: افعل ما تحب ولا تلتفت للناس في شيء، أد ما عليك لأنه واجب لا لتعجب الناس. يبقى هنا أد ما عليك لأنه واجب. إذا أرضيت الناس أغضبت الله سبحانه وتعالى، إذا لم تدخر جهدا فقد يرضى الناس عنك. يبقى احنا هناخد رقم باء. أد ما عليك لأنه واجب لتعجب الناس. يبقى احنا خدنا رقم باء. تخير العفو ما كان عند المقدرة. ميز العفو الذي يتوافق مع الحكمة السابقة: عفو طفل صغير عن رجل كبير أذاه، عفو فلسطين عن الجرائم الإسرائيلية، عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن مشرك مكة أثناء فتح لها، عفو القاضي عن القاتل بعد ثبوت التهمة. العفو الذي يتوافق مع الحكمة: عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن مشرك مكة أثناء فتح مكة، رغم أنه كان قادرا أن ينتقم منهم جميعا ولكنه عفى عنهم. يبقى 3 خدنا رقم جيم. 4، الحكمة كلام يقل لفظه ويجل معناه، أي الألفاظ قليلة ومعاني كثيرة. استنتج من عبارة سمة من سمات الحكم: الميل للأسلوب الخبري، الاعتماد على الإطناب، الميل للأسلوب الإنشائي، الاعتماد على الإيجاد. طبعا الأسلوب الخبري اللي هي الجمل الخبرية، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. الاعتماد على الإطناب، الإطناب أي زيادة الكلام والإطالة. الميل للأسلوب الإنشائي اللي هو أمر ونهي واستفهام. الاعتماد على الإيجاز وهو التعبير أو باللفظ القليل عن المعنى الكثير، التعبير باللفظ القليل عن المعاني الكثيرة. يبقى احنا خدنا رقم د. 4 خدنا رقم د. من سمات الحكمة الميل أو الاعتماد على الإيجاز. 5، الحكمة التي يطلقها الحكماء يكون مصدرها، ضع مكان النقط التكملة المناسبة أدبيا: تجربة سابقة، الفرار من الماضي، التنبؤ بالواقع، الاستعداد للقادم. الحكمة التي يطلقها الحكماء يكون مصدرها تجربة سابقة، أي نتيجة خبرات ومواقف مر بها الإنسان فيريد أن ينقلها إلى الآخرين بصورة حكمة بسيطة يوجهها إلى الآخرين بهدف النصح والإرشاد. صفحة 87، دق بابي رجل مسكين كما توهمت، ممزق الملابس تبدو عليه ملامح الشتاء القارس، أشفقت عليه وأدخلته بيتي، ودخلت مسرعا أعد له طعاما، وانشغلت ساعة وخرجت فرحا بما أعددت له، فإذا بي لا أجده ولا أجد التلفاز والحاسوب. ميز الحكمة المناسبة للتعبير عن الموقف السابق: مرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربة. باء، وما يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. في هذا الموقف نقول: وما يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم.
وهنا يجب أن نتعلم إذا كان يدخل بيتك إنسانا غريبا عن البلد فيجب أن يكون هناك احتياط ولا يسلم الإنسان أو يترك الإنسان الأمور بهذه الصورة. يبقى احنا هناخد رقم باء، من يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. 7، بينما كنت في طريقي إلى البيت في ساعة متأخرة دهمني 3 لصوص لكني تمكنت من الاختباء منهم، ولما يأسوا من محاولات الإمساك بي وقرروا الانصراف من المكان دق منبه الهاتف فانكشف مكاني وسرق هاتفي وما معي من مال وكادت روحي أن تسرق. ميز ما يعبر عنه الموقف السابق من أمثال العصر الجاهلي. طبعا مورد المثل مثل على أهلها جنت براقش، مضرب المثل على أهلها جنت براقش، مورد مثل لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها. هنا طبعا مورد أو مضرب هذا المثل للإنسان أن أنت لابد من اجتساس الشر من جذوره، وهنا طبعا لا ينطبق على هذا المثل. لما ينطبق على هذا المثل أنه مضرب مثل على أهلها جنت براقش، وبراقش كانت كلبة لجماعة هجمت عليهم اللصوص، ثم هؤلاء الناس اختفوا فلم يعثر عليهم اللصوص، وعند انصراف اللصوص أو نبحت كلبتهم فعرفوا مكانهم وقتلوهم جميعا. ده دليل على أهلها جنت براقش، أي أن الإنسان يضر أهله بدون قصد. يبقى احنا هناخد رقم باء. 8، الوصية خلاصة تجارب قائلها يوجهها لأبنائه وأهله وأصدقائه أو الحاكم لشعبه. استنتج العاطفة التي يكنها قائل الوصية في ضوء فهمك للتعريف السابق: الطموح والتطلع، الحب والتفاؤل، الخضوع والرضا، الضيق والغضب. طبعا العاطفة التي يكنها الموصي لأوصيائه هي الحب والتفاؤل، أنه يتمنى لهم الخير الكثير. يبقى 8 خدنا رقم باء. 9، ميز ما يلي ما يتوافق مع مبادئ الخطابة: الاكتفاء بالأسلوب الخبري المقنع، الاهتمام بالجمل الطويلة الواضحة، الحرص على جودة الخط وجماله، الالتزام بألفاظ سهلة ذات معاني قريبة. مما يتوافق مع مبادئ الحكمة الالتزام بألفاظ سهلة ذات معاني قريبة ليفهمها المتعلم وغير المتعلم. 10، استنتج سبب قصر الجمل والفقرات في الخطب والوصايا في العصر الجاهلي: سهولة الحفظ والميل إلى الإيقاع، وضوح الألفاظ وتماسك العبارات، عدم استيفاء الطول للفكر والمعاني، عدم الاعتماد على الصور الخيالية. سبب قصر الجمل والفقرات سهولة الحفظ والميل إلى الإيقاع، لسهولة الحفظ والميل إلى الإيقاع. يبقى احنا خدنا رقم ألف. 11، أرخى عمامته: ميز إلى أي مدى يعد المثل السابق مرآة لعصره. يكشف لنا عادة من عادات العصر الجاهلي يمكننا من تقدير رقي الجاهليين وانحطاطهم، يبين لنا معايير سعادة الجاهليين وشقائهم، يتيح لنا المقارنة بين العصر الجاهلي وما قبله. سبب المثل أن الإنسان بعد سفر طويل ومشقة كبيرة يلقي عمامته ويسترخي، وهذا يكشف لنا عادة من عادات العصر الجاهلي. 10، خدنا رقم ألف. يكشف لنا عادة من عادات العصر الجاهلية. 12، صفحة 88 من كتابنا كتاب البرهان: من أقوال العرب في عمرو ابن كلثوم أفتك من عمرو. حد النوع الفني النثري الذي يمثله القول السابق والدلالة المستنتجة منه. طبعا أفتك من عمرو يضرب به يضرب لعمرو بن كلثوم في البطش والشدة وعدم الخوف من الأعداء. هل هو وصية وتدل على حب الوطن، حكمة ويدل على التمسك بالحق، المثل ويدل على الشدة في القتال، الخطبة وتدل على العرفان بالجميل؟ يبقى احنا هناخد رقم جيم، المثل يدل على الشدة في القتال. 13، قال النعمان بن ثواب: يا بني
إن الصارم ينبو والجواد يكبو، فإذا شاهدت حربا فرأيت نارها تستعر، فأقلل المكس والانتظار، فإن الفرار غير عار إذا لم تكن تطلب ثأرا. حدد الفن النثري الذي يمثله القول السابق والغرض منه: الخطبة وغرضها التفاخر، الحكمة وغرضها التودد لابنه، المثل وغرض التفاخر، الوصية وغرضها نصح الابن. هنا طبعا يعلم أو يوصي أبنائه إن إذا شهد حربا فيقلل المكس فيها وينتظر، وإذا استطاع أن يبتعد عنها يبتعد، إلا إذا كان يطلب ثأرا فلا بد أن يطلب هذا الثأر. يبقى الغرض منها الوصية وغرضها نصح الابن. يبقى 13 خدنا رقم دال. 14 قال زهير بن سلمى في قال زهير بن أبي سلمى في معلقة مخاطبا السيدين اللذين أصلح بين عبس وزبيان: تداركتما عبسا وزبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. منشم امرأة كانت تبيع العطر، صار العرب يتشاءمون منها. قول الشاعر ودقوا بينهم عطر منشم يشير إلى تضمين الشاعر قصيدته أحد فنون النثر في الجاهلية. حدده واستنتج الموقف الذي يقال فيه: المثل والتطير من شر عظيم، الوصية التحذير من الأخطار، الحكمة التنبيه على أمرهم، الرسالة التأكيد على حدث محتمل. يبقى نحن ناخد المثل وغرضه التطير من شر عظيم. 15 قال عمرو بن كلثوم: أما بعد فإنه لا يخبر عن فضل المرء أصدق من تركه تزكية نفسه، ولا يعبر عنه في تزكية أصحابه أصدق من اعتماد إياهم برغبته وإيمانه إياهم على حرمته. حدد نوع الفن النثري الذي يمثله القول السابق ودلالته على شخصية قائله: خطبة والخبرة بالحياة، حكمة إدراك فضل الصداقة، مثل الاعتزاز بالنفس، وصية حب الخير. يبقى نحن ناخد خطبة طالما فيها أما بعد، يبقى على طول خطبة، والمقصود بها أو تدل على الخبرة بالحياة. يبقى 15 خدنا رقم ألف. 10 من أمثال العرب في الجاهلية على أهلها جنت براقش، ومن حكمهم إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد. استنتج السمة الأسلوبية المشتركة بين القولين. المشترك بين المثل والحكمة الميل إلى الإسهاب، الإيجاز وسلامة الفكرة، كثرة الصور الخيالية، غرابة الألفاظ. هنستبعد كثرة الصور الخيالية، غرابة الألفاظ، الإسهاب أي الإطالة، إطالة الكلام. يبقى نحن ناخد الإيجاز وسلامة الفكرة. يبقى السمة المشتركة بين فن المثل وبين الحكمة الإيجاز وسلامة الفكرة. يبقى 16 خدنا رقم باء. 17 ثمت أبيات شعرية جاهلية صارت تجري مجرى الحكمة. استنتج من بين البدائل التي أحد هذه الأبيات: تسائل عن حسين كل رب، وعند جهينة الخبر اليقين، وتخمد الحرب حين يضرمها أهل الوغى تارة ونشعلها، لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها، إذا كنت شهما فأتبع رأسها الذنب، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. يبقى من الأبيات التي صارت مضربا للحكمة: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. 18 صفحة 89 من كتابنا كتاب البرهان. قال الشافعي: بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم. حدد الحكمة النثرية الجاهلية التي تتوافق البيت السابق: الخطأ زاد العجول، على أهلها جنت براقش، رضا الناس غاية لا تدرك، أدب المرء خير من ذهبه. هنا يقول الشافعي أنه عندما تبسم ويقابل الناس ببشاشة فيقولون أنه يرائي، وعندما يعبث يقولون بدا ما كتم. يبقى رضا الناس غاية لا تدرك. يبقى 18 خدنا رقم جيم. 19 أداة قوية في المجالات السياسية والدينية والتعليمية
وفي أي موقف يتطلب الإقناع والتواصل الفعال. ميز مما يلي: الفن النثري الذي يؤكد ما دون العبارة السابقة. طالما أداة قوية في المجالات السياسية والدينية والتعليمية وتتطلب الإقناع والتواصل، يبقى الخطابة. يبقى احنا خدنا 19، خدنا رقم باء. 20، حدد مما يلي: البديل الذي يمثل من أجزاء الخطبة المقدمة. الخطبة تتكون من 3 أركان: مقدمة وموضوع وخاتمة. يا بني إني قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحد من آبائي وأجدادي، إن في ذلك لأوضح الدلائل على المدبر المقدر البارئ المصور. يا معشر قريش، أنتم سادة العرب، أحسنها وجوها وأعظمها أحلاما، وقد أوفدنا إليكم ملكنا النعمان وهو لك من خير الأعوان. يبقى نحن ناخد: يا معشر قريش، أنتم سادة العرب، أحسنها وجوها وأعظمها أحلاما. هنا الخطاب موجه للجميع. يبقى ده كده بداية أو مقدمة الخطبة. يبقى 20، خدنا رقم جيم. 21، يقول عمرو بن كلثوم موصيا بنيه: واعلموا أن أشجع القوم العطوف، وخير الموت تحت ظلال السيوف، ولا خير في من لا روية له عند الغضب، ولا في من إذا عوتب لم يعتب، ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره. بين ما الذي غلب على أسلوب الوصية السابقة. تنوع الأسلوب بين الخبري والإنشائي، استخدام المحسنات المعنوية المتكلفة، الاهتمام بموسيقى السجع، الخلو من الصور الخيالية. يبقى هناخد الاهتمام بموسيقى السجع، عندي العطوف تحت ظلال السيوف، الغضب يعتب. يبقى هناخد الاهتمام بموسيقى السجع. يبقى 21، خدنا رقم جيم. 22، القطرات القليلة تصنع جدولا. حدد ما يلي: الفن النثري الذي ينتمي إليه القول السابق. طبعا ده حكمة، معناها كما نقول معظم النار من مستصغر الشرر، يعني الأشياء القليلة تصنع أشياء كثيرة. قطرات الماء تكون جدول وهو مجرى مائي صغير. يبقى احنا 22، خدنا رقم ألف. 23، حدد مما يلي: القول الذي يستشهد به على أنه مثل. الإفراط في التواضع يجلب المذلة، إذا زل العالم زل بزلته عالم، كيف أعودك وهذا أثر فأسك، عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك. القول الذي يدل على مثل، كيف أعودك وهذا أثر فأسك. ده كان مثل يضرب لفلاح كان يريد أن يقتل حية، فاتفقت معه الحية وعقدت معه صفقة وكانت تعطيه كل يوم جنيه، فكان يأخذ الجنيه كل يوم، ثم بعد ذلك قطعت الحية عنه هذا الجنيه أو ذهب إليها وضربها بفأسه، ولكي تعاود الصفقة مرة أخرى، وأراد أن يعاود معها الصفقة وقالت له: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. أي أن الإنسان الذي يقطع العهد أو يخون العهد لا ليس له أمان، ولا يعني نعطيه الأمان مرة أخرى. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك. لو أنت ما اشتركتش معنا في قناة عاشق الضاد والنحت، انزل اشترك معنا في قناة عاشق الضاد والنحت، فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قناة عاشق الضاد والنحو قناة متخصصة في حل تدريبات الكتب المختلفة للمرحلة الثانوية. أتمنى لكم التوفيق.